Bruno. Merci. إلي جاهزين تيست صوت إضاءة؟ يا ولدي أنا قلبي عم بدق. أنا قلبي عم بدق ليه؟ مغرومة. إلي جاهزين صوت إضاءة؟ أنت قلبك عم بدق هيك بيقولوا لي، بس ما تكونوا بلشتوا. بلشنا. لازم غير شيء هلا. هلا غير لازم. إذا هيك أوكي. مساء الخير مشاهدين، اللي رح نكون نحن وياكم بأحلى جلسة مع ضيوف مميزين حلوين، رح نسمع نحن وياهم أخبارهم الحلوة والمهضومة والطريفة، كل واحد بمجاله، بالفن، بالغناء، بالإعلام، بالكوميديا والحضور المميز على المسرح والشعر الحلو. للفن كمان موجود هون الإعلام السياسي والهضامة ولا لا؟ جمعين كل شيء، جمعين كل شيء. أهلا وسهلا فيكم كلنا سوا بهالضيوف المميزين بالفعل الليلة. بدي إياكم كل هلأ والقول هلأ حمي الجمهور. جمهور إذا بتريدوا بزافة كتير كبيرة، منستقبل لورا خليل، الفنانة لورا خليل، رودولف هلال، رجا ناصر الدين، فيرا يمين، ليليان نمري، الموهبة الرائعة جورج صغير. حلو تبليشي هيك، عجبتني ما بعرف. ونحن بنقدم لكم توني بارود. ايوه رجعتك. مساء الخير ليليان، انت كنت من زمان تمثلي على المسرح. نعم. مع الوالد الله يرحمه شرنو. نعم. يلي عرفني بالكوميديا الله يرحمه، قديش كان حضوره مميز. انت وياه كنتوا على المسرح تمثلوا، هلا لما تتخانقوا شو يصير؟ كنت تتخانق انت وياه؟ كنا كثير نتشارع بالكوليس اكيد، لانه يكون في اشياء يعني بده اياها تكون اضبط على المسرح. بس كرمال شو عم تسالني فيه؟ كرمال الخبريه ما مغيره يعني. عرفتي يلا هذيك. لا مره كان كثير معصب وتشارعنا جوات الكوليس، ونهارتها كان اول مره برتجي لشيء بدون ما اخذ اذنه يعني. ففي مشهد كنا نقعد وكان يحط اجري بحضني ويقعد يغنجني هيك، هو كان خادم عنا بالقصه بالفيلا، فكان يحط اصابيعه هيك ويقول لي يا عليك شو مهضومه، وانا بقول له يا عليك شو مهضوم. فنهارتها كان مقهور مني، فبشيل الكف بيصفقني كف مرتب وبيقول لي شو مهضومه. انا جمدت هيك، 3000 نسمة عم تحضرنا، طلعت فيه هيك وشلت الكف وصفقته يا عليك شو مهضوم. كف كف شي 5 كفوف فتنا على الكوليس مورمين يعني بالاخير. انا بدي اسالك ليليان، فيك بيقتل انت كفو كمان ما تستهونيني. صحيح كان ضعيف بس كان عصبي. ليليان خدودك من الكفو؟ ايه بعتقد من وقت عامل لي بوتوكس. مازال عم نحكي عن البي والوالد قديش مهم. فيرا بدي اسالك، فيرا يمين، سليمان بيك فرنجيه انه لازم يعيدك مبدئيا بعيد الام، هلا ناطرين نحن ب 21 حزيران يونيو يعني جواي، عيدها بعيد الاب، عيدك بعيد الاب سليمان بيك انه ليش؟ ما بعيد الام ناطرتك، ليش عم تعيدها بعيد الاب؟ لا وصلت لك مزبوط يعني الخبريه، لا بتعرف سليمان بيك هو على الصعيد الشخصي مثل ما هو على الصعيد العام صاحب نكته وسرعه بديهه والى ما هنالك. فكان صدفه يوم عيد البي ب 21 حزيران، رايحين زوجي قبلين وانا لعنده، هو طالع من الاتوليه، بتعرف عنده على الاتوليه بيصلح اشياء وبيرمم اشياء، وطالع هيك وفيت طلع فيه قال له قبلين شو جبت لها لفيرا بعيد البي؟ باعتبار بنظره انا اخت الرجال. اخت الرجال بس خمسه ومهضومه. لا سليمان بيك هلا يعني عيدين، عم بعيدك بالعيدين، بالعيدين، عيد الام وعيد الاب. يعني اذا بدك كمان هو قد ما عنده عطاء بيلبق له عيد الام كمان. حلو بالحنيه. برافو. رجا صحيح انه كان صار معكم ازمه على المطار بسبب حلقه مع ليلى عبد اللطيف؟ توني من بعد ما كانت ليلى عبد اللطيف ضيفتنا بحلقه، كان نهار اربعاء الخميس كنا مسافرين، فبالمطار صاروا كل العالم يقولوا لنا انه قالت ليلى رح توقع معكم طياره ورح توقع، قلنا لهم لا مش هي الطياره اللي رح توقع وهيك. فجيت انا بدي نكت شوي انه انا مهضوم بالمطار، حملت الشنطه قلت لها ردولف بلا هي الطياره اللي بدها توقع، قالت لي ليلى. فما لقيت العالم غير كلهم حملوا الشنط وكلهم لحقوني، كلهم هربوا.
كثير حلوه كثير حلوه كثير حلوه الخبريه. هلا بتاخذها ماتيلدا وبتسجلها ليلى مش الطياره اللي وقعت. جورج بميل التقيت بالمطار، عم نحكي على المطار، التقيت بحدا بالمطار هلا هيك وتفاجأت فيه بميل التقيت؟ التقيت بالموسيقار استاذ محمد بركات. محمد بركات نعم. هلا نحن وطالعين كنا مخلصين تصوير كليب وجعك يا وطني من المطار، فجأة بيطلع قدامي موسيقار من حمد بركات بيقول لي مدير أعمالي إيزاك فريم تا تعرفك على الموسيقار؟ قلت له إيه أوكي. ركضت معه أنا، قال له أستاذ ملحم في جورج صغير بدي أعرف عليك، برم علي هيك دغري. هلا أنا على الوهلة إنه الموسيقار من حمد بركات ما بيعجبه العجب، ما بيحب صوت حدا، يعني انجأ طيعتي لحن لحدا. هلا انا وهلت وصرت تبرم الدنيا فيي. هلا استاذ ملحم يحكينا اقول له مرسي مرسي، مش عم بعرف شو عم بيقول لي، مرسي 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 مش بركة. بس سمعت انه قال لي ما كان لازم تعمل هالعرب كلها من اول مره كنت علمتهم منها. انا بس قال لي اياها هاي بس سمعته صرت حس حقوقها بالارض. هلا فل الموسيقار مدير اعمالي استاذ ايزاك فريم قال لي جورج انا عملت هيك انه شو في؟ فقال الموسيقار قال لي ايه؟ قال لي بيك شيء؟ قلت له لا بس حسيت شيء عم بيبرم بقلب راسي وراح اوقع بالارض، ما بعرف صرت لولح هيك. الموسيقار ما بعرف شو حسيته بده يعمل شيء. ايه بس كان لقاء كثير حلو، بس انا على الوهله صار معي هالشيء. رودولف على سيرة الموسيقار من حين بركات، شو صار مع الموسيقار من حين بركات؟ يعني كنت عم تقدم يعني صار في إحراج بالنسبة لاسم الموسيقار من حين بركات معك بحفلة؟ هو مش بحفلة، بحلقة تلفزيونية كان للأستاذ الياسر رحباني، وبتعرف أنه الياسر رحباني كمان يسمى بموسيقار على عدد الأعمال اللي عنده إياها. فنحن لايف على الهواء وعم نعمل انترودكشن وحكينا انه اثر المكتب الموسيقيه وعمل وصلنا للاخر انه بدنا نعيط له حتى يفوت على السات. قلت انا الموسيقار ملحم، جات زكاه انه مش ملحم بركات ورا هيدا، انه في الياسر رحباني جوا. قلت انا موسيقار ملحم، هون عمل لي ابو شديد الياسر رحباني. اللي صار اسمه ملحم الرحباني اسم البي. رودولف عنده مشكله شوي، هون بيولع اكثر من الموسيقار الياسر الرحباني، بيولع اكثر انه الرحباني مع الرحباني. يعني رودولف عنده شوي مشكله مع الاسماء، يعني كنا عم بيقدم مثلا ضيفتنا للاسبوع اللي جاي المطربه الكبيره، مطربه الاجيال، مطربه العرب، وبينسى الاسم مثلا، بينسى مين بيرجع بالبطنه من تحت. انا دغري بقول هيك مثلا مياد الحناوي على غير وعي يعني. دائما بتصير يعني انا شفتك شفت رجع قبل الحلقه عم ياخذ من اجره شوي هودي من والله. لورا بيصير معك مواقف محرجه على المسرح؟ اكيد انا بدي اقول انه كثير بنسى كمان مثله، بنسى في موال بغني لسلطان طرب بنوجه له تحيه. جورج وصوف كل التحيه كل السلام منا ومن الجمهور من الاعداد والاخراج والال بي سي لابو وديع. بقى انا دائما بغني له بحفلاتي، في بغني له موال، بيقوم الكورال بيقول لي ست لورا انت عم تقولي، سالها من وين، سالها انا بقول سالها ما الاسم، قالت من حسبيا، بيقول لي من وين، بقول انا عم اقول ولك سالها ما الاسم بنفس تكتها، قام قال لي مروان ولك من وين على الهوا طلعت المهرجان. بس كيف الموال؟ غنيها. ايه بس بلا ما تنسي بتقولي لنا موال، بتغني هلا لورا خليل بس من دون ما تنسي لورا. ايه؟ بدون ما ما في حدا يردك هلا. ما انت بتنسيني جمالك بنصيبته. ايوه. ليك يا دي بن؟ هلا قلت بن رودولف وجورج. جورج. انا مبسوط بحالي. جورج مرعب طلع. سألها من وين قالت من حاسبيا، سألها من وين قالت من حاسبيا، عن دماغ مز إما حاسبيا، ولما جهب الليل لما جاه بالليل حسي بيتك
السما غفية انت بنت ثلاث سنين بتقلك لعبة صغيرة انت بنت ثلاث سنين بتقلك لعبة صغيرة لما صرت بالعشرين لما صارت بالعشرين عملتيني لعبة كبيرة عملتيني على تجيب السوادي لعنده عالم حتى كنت تجيب السوادي لعنده عالم حتى وأمك تصرخ وتنادي جهلت بعد صغيرة كنت بنت ثلاث سنين جبتلك لعبة صغيرة كنت بنت ثلاث سنين جبتلك لما صرتي لما صارت بالعشرين عملتي له عل كبير عملتي لعبة كبيرة يابا شكرا لورا خليل صوت رائع والأغنية رائعة كتير والفرقة الموسيقية شكرا زقفي للفرقة الموسيقية لجورج كمان جورج جحا جورج جحا يلي موجود معنا الغنية صرتي بالعشرين ليليان تقريبا اي طبات 53 فكرتها بمزح لا بقول عمري انا ما بخاف طبقت 53 سنه ليليان هلا انا عم بقول قدامهم عن جد مش مبين يعني عاطي 73 لا بقول عمري لا مبين عمري ليلو على كل حال ليليان رح نشوف بعد ان شاء الله عيش ل 73 وضل حلوه ايوه ليليان نمري رح نشوف بعد شوي شو المهنة اللي ما قلت فيش اللي خلق رودولف ما عنده مشكلة يغير اسمه رجا رح يخبرنا عن حادثة تاني صارت كمان معه بالمطار بعد البريك بأحلى جلسة خليكم معنا على جلسة اللي تعرفوا انه تحت الهواء عم نكون بالبريك الاجواء رائعة كتير على كل حال رح ننقلها على احلى جلسة اللي تشوفوها على الهواء باجواء ولا احلى من هيك جورج غيب مش معقول تكون موجود ما نسمعك مزبوط. بدي تعرف انه كل الحاضرين المشاهدين وكل الموجودين هون بيفتخروا فيك ومبسوطين مرسي. شو رح نسمع غنية طربية اول شيء مزبوط وبسمعكم غنيتي الجديدة اكسلوز للال بي سي ولا احلى جلسة اوكي
جورج، حلو كثير الأغنية، أدائك روعة. كان يا مكان جورج غيب، تستاهل الزقفة الكبيرة من الجمهور والحضور الموجود معنا. الأغنية الثانية كنت عم بتقول شو؟ عالم ثاني. عالم ثاني. عالم ثاني. غنية عراقية من كلمات كاظم السعدي وألحان الفنان علي الصغير، هي كلام أبيض بس منشان يعرفوا العالم إنه أحسن يقولوا كتير غنية عراقية. يعني لهجة مظبوط. أنت تعيش بعالم وأنا من عالم ثاني، بيتك مرمر عالي وأنا بيتي حرماني، أنت غرورك يكبر وأنا بتعذب أكثر، أنت غرورك يكبر وأنا بتعذب أكثر، اسمع مني كلمة تركني وانساني، صدق بيني وبينك فرق كبير وقاسي، لو رايت تملكني ما بتملك احساسي، لو فاكر بفلوسك تشتري كل ما عندك، عندي عزة نفسي اهون علي بعدك، انت غرورك يكبر وانا بتعذب اكثر، مني كلمة تركني وانساني. شكرا جورج غيب. عالم ثاني الأغنية رائعة كثير وأداء كمان مميز. ليليان أنت بعدك بتحبي تخشني كل شيء على المسرح لما تطلعي، بتحبي تجربي كل شيء جديد يعني؟ لا لا، أوقات بكون رايحة على المسرح مثلا بلاقي شيء حلو بغير آخر دقيقة بدي ألبسه كذا، بتطلع قدام بكون عندك 700-800 شخص يوميا عم بيحضروك يعني. فمرة رجعي رايحة على المسرح وعجبني أجلكم بوتين، قلت لا هيدا زبط، أساس أنا كنت واحدة بمسافر بتاجر بالبواخر وراكب مع التياب يعني، فدغري اشتريته ورحت لبسته وبدي فوت فيه، والمسرح كله أرض خشب يعني، كنا عم نعمل لأنطوان غندور مسرحية بنت السلطان الله يوجه لهم الخير كلهم، وراح لي سنايفر وهيك، فلبسته قال وأنا بفوت بدفش الباب وبصرخ، أنا تاجرة حليب ومدري شو، وعم بصرخ وبرفع إيدي وبدي أقول وينكم؟ بوينكم؟ بلشت من أول المسرح يا اخي المسرح. هلا اذا كل مره بدها تخشن شيء جديد مشان هيك ما بتلاقي منتج. ان شاء الله ما بتخشن شيء باحلى جلسه يلا. لا لا بس لا هو مزبوط خشن شيء بس مش شيء بيضحك. ليليان نمري، كل ما تزعل وهيك تكون منرفزه من الفن بتكون بدها تفش خلقه بغير شيء، بشوفها شت خلقه ليليان نمري اي مهنه بالنسبه لها هي اللي بتفش الخلق، بنشوف سوا بهالروبورتاج. اول مره بشوفرها واول مره بطيح ترمس، قرب على الطيب قريب، تعدق لك تاع ايام زمان كانت الورقه اسمك يعملوه هيك مثل البوق ويعبوه، كانوا يبيعونا اياه بربع ليره هيك شيء يعني، يقولوا له قرب دوق البوق مثل ما بتدوق، قرب يا ابو العيله قرب. قديه؟ يلا ب500 ليرة هيك، حتى ما تقول انه ما عم بيعك، عرفت كيف؟ والله يا لا معلش اول مرة معلش بس هي الورقة رخوة. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بسبونات الطيبة يا هلا يا هلا يا ماما. وين ال 500؟ وين راح؟ طبت ليه؟ لغاية ال 500 بلشنا من هلا بش والله. وين راحت ال 500؟ قربوا على الطيب. صحتين صباح الخير يا اسطى. يلا شو مش احلى؟ ازيك انت يا اختي؟ قربي يلا قرب على الطيب. البوق ب1000 قرب. بقول لك ليش نقيت الترمس؟
لأنه بالزمانات كان يقولوا لي تتنازلي عن كرامتك بشغلك ولا ما بتتنازلي. قلت له إذا بدي أوصل لوقت دايما بقولها اتنازل عن كرامتي بشغلي أشرف لي بيعترمص أنا بشتري لك العربية لا لا يلا بفلك بدي يلا طعم بس شري هالبوق أهلا أهلا بالشباب أهلا بالشباب الطيبة هيت ألف هيت ألف هي روح بدك ملح كتير ولا شوي يا هلا يا هلا يا هلا صحة وانا على قلبك صحتين حبيبي مطرح هيدا الوقت الواحد بيروح يتعشى وبيحضر طوني بارود من بعد ما شفنا احنا وياكم سوا هالريبورتاج كل شيء اللي ليان تعمله حلو بطريقه مميزه ومن كل قلبها الريبورتاج اللي اختارت انه تكون فيه هي تبيع ترمس شفناه ريبورتاج رائع فيرا اذا بدنا نروح من الترمس من ريبورتاج على السفر بتذكرك بشي سريلانكا يلا يمكن من اكثر سفرات ضحكي فيها سريلانكا لأنه أنا بطبيعتي بالسفر مثل أي شخص تاني بيعمل ديفولما بيطلع من حاله بيرتاح إلى ما هنالك فقررنا سيلفيا وأنا وكل الجروب أنه نروح رحلة سفاري طلع أنه بسريلانكا ما في حيوانات كتير في الفيل وبلا عيج لأنه قال الفيل الآسيوي ما عنده العيج فصرنا نطلع نلاقي عصفور صغير صغير ليكو 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 عصفور واو ايه شفنا عصفور وإلى ما هنالك ابدا بس الحلو انه الجروب اللي كنا من مختلف الاطياف اللبنانيه من مختلف التيارات السياسيه قديش حلو لبنان برا يا توني ما في احلى منهم اللبنانيه برا كنا يعني حلو يروحوا كلهم شنار على سريلانكا عن جد وعلى الغابه تحديدا بس يا فيرا شو بدنا نستفيد ما في غير الفيل ما في حدا ياكله ما في غير الفيل ما هو الفيل بركي بيربطهم كله انت شو بقى كنا بالغابه وتجيب مكشوف وعم نعمل سفاري هلا شو يابا سفاري بقى كنا نحن سائلين قبل بوقت شو الطوايف بتعرف اللبناني بيسال عن الطوايف شو الطوايف بسريلانكا قالوا الهندوس المسلمين والبوذيين بس بودا هو الاقوى قلنا هيك تجرنا بدك تقول نحن بهالجيب ما عم نشوف حيوانات الا بعض الفيلة وهيك قلت لهم رح نختبر اذا بودا قوي طلعت هيك قلت له بودا بدنا شتي وحيت عيونك توني ونزلت الدنيا لا قلت لهم بدي رانجح حالي مع بودا بعد شوي فيك جد يعني وحيت ولادي فيك تسألين لي عن أحلى جلسة؟ لا لخبرك لخبرك رح أسأله أكيد لأنه صار في صحبة أنا وياه بعد شوي شتت ما بقى نخلص عرفت يعني ما بقى نخلص قلت له خلصنا بدنا صحو بقى وقفت الدنيا لا بعد شوي وردني صوت من فوق خليها بقى بودا إذا عم نحكي عن سفر رودولف أنت بالسفر إذا اضطريت ما عندك مشكلة تغير اسمك؟ يصير رجا يعني؟ مغير صاير ميشيل على جون هي صارت توني كان عندنا بباريس مطرب بالعرب محمد عبده وعم نقدم له حفله ومستعجلين كثير بدنا نروح على البالي دي كونغري بباريس وصلنا لهونيك رجا بلبل
بلبل باللغه الفرنسيه. يعني كيف راجع انت يعني مثلا شي كلمه هيك بالفرنساوي؟ يعني جو سوي با لو كومبليتو. وي فهموا عليك شي بفرنسا. فالمهم نازلين هو بس تاخذ تاكسي وبدك تنزل، اذا كان التاكسي صافي دوزيام ران على الطريق ما لك حق تفتح الباب الشمال، يعني تنزل من اليمين. نحن ما بنعرف هول الرولز هونيك. انا نزلت من اليمين، رجع عم يفتح الباب حتى ينزل من الشمال، بفوت في موتوسيك، بطير الموتوسيكل وبطير الباب معه. نحن هون صرنا عندنا حفله بدنا نفوت، ما فينا نتعوق لانه الاستاذ محمد عبده يعني بده يفوت على المسرح. قلت له نزل رجا. اول ما نزل السياره رجا اكسكيوز موا اكسكيوز موا بعتذر منهم. هيك كيف الاكسكيوز موا اكسكيوز موا؟ قلت له رجا دغري فوت لجوا انت، ما تحكي ولا كلمه بقى. قعدت مع انا المدام كانت عم بتسوق التاكسي، قالت لي انه اوكي هلا لازم ندفع 4000 يورو حتى نظبط الموتو، وهي الموتو ما صار له شيء، نحن مثل هون انه خلص انه مشينا يعني. هو موتو؟ ايه انه موتو. قالت لي بدنا ندفع 4000 يورو، وقال لها ما بنقدر لان الاسيرونس ما اسيرونس. قلت لها حبيبتي بس هلا انا ماني حامل 4000 يورو، اذا بدك بكره الصبح تجي لعندي على الاوتيل وبامرك انا. قالت لي اوكي. هي جينا نحن اجى خلصنا يعني، قالت لي بدي اخذ رقمك واسمك ورقمك باي اوتيل. قلت لها اوكي. نحن نازلين كنا مثلا باكس اوتيل، اعطيتها غير اسم. قلت لها ميشيل ابراهيم محسوبك، رقمي بلبنان رح اعطيك بلبنان كمان 03، وقلفت مجموعه ارقام ودغري فت لجوا واختفينا. تاني نهار على الطياره على لبنان. ما في ما عم نفتش لهلا يعني. يمكن عم ميشيل لورا بعرفك ميشو لورا بعرفك جورج جيك اسم جديد هلا. تاني نهار شو هربت وفليتوا؟ ايه تاني نهار دغري على لبنان. ما في. طب بالنسبه للسفر رجع انت اهلك بعدهم لما تسافر بيوصلوك على المطار؟ انا عندي مشكله مع السفر صراحه، ما بحب سافر يعني، بخاف من الطياره. بس اهلك بيوصلوك على المطار بس اذا بتريد اللي جو انه وصلوني مره ورجعوا وصلوني مره ورجعوا لانه عندي حدا من قرابتي عم يتجوز بدبي، فالمفروض انه حدا يروح من العائله، اختاروني انه انا اروح. انتدبوك؟ انتدبوني انا اروح مثل العائله. فوصلوني على المطار خيي الكبير ومرته والوالده وكلهم يعني، فحطوني بالمطار وعلى اساس انه انا خلص الطياره الساعه 10 بالليل، وهن راحوا سهروا عم يتعشوا، رجعوا على البيت الساعه 12، كنت انا قاعد بالبيت عم احضر تلفزيون. اه وصلوك رجعوا لاقوك بالبيت؟ رجعوا لاقوني بالبيت. احلى جارتي. خلص مش ما بتمد معنا ل 12 بس. وما عاد سافرت؟ لا ما عاد سافرت خلص. قلبك قوي بتحس انت؟ ايه قلبي قوي بقصص، بس بالطيران لا كثير جبان، كثير بخاف من الطياره. يعني بحس انه رح يصير معي شيء انا ومسافر، فادنى في ما مش عم يعمل عوارض. يعني معي عندي فيزا على امريكا على 5 سنين، معي شنغن على 2 سنين، معي على دبي، معي مثل طوابع. عندي كل الفيز بس ما مش عم بستعملهم. كيف طوابع؟ بس بدي اقول شغله للسفرات، اذا ما عم بيسافر ما تعوزوا تعطوه. لا ايش ولو يا توني. لا غير لانه هني هلا خلص السفيره عامل هيك ما بدك تعطيه. على امريكا اخذتها 5 سنين، هيك 2 سنين بضل نروح. يعني انا اذا بدي اسافر، اذا بدي اطلع مثلا، بحب بكره المشاوير البعيده يعني. يعني حتى على اهدن، مع انه هلا عم شوف فيرا حاطه على ايدها اهدن. اهدن اي تاتو. فبحس اهدن بعيده كمان يعني، بسفر بدها سفر. بدها سفر بس هي الاقرب للقلب. اكيد لورا انت مركزه معنا؟ مركزه معنا؟ عن جد؟ يعني مشكلة الوقت. انا ما مشكلة عن جد؟ ايه لا والله حق الله يا مالكة. لا بس انه لا تعرفوا ليليان وكلهم انه حد كان. انا هيدي لا والله، انا بسال كثير بقول والله. انا متعلمتها من خولي توني فوق بالضيعة. من خولي من خالي. خولي توني. اوكي انا اقول خولي. هلا اذا بدك باللغة العربية خالي مش خالي. خالي لا مع الاحرف المثقلة بنقول اه مش اه خالي. فنحن صح كفي. لا نحن كلنا عودة عودة خولي. نحن عادي عودة عادي عادي. بس انت ما عندك محط كلام بتركزي ما بتركزي؟ والله يعني ما بركز كثير اوقات. بدي خبرك شيء، بدي خبرك شيء. اول شيء وحق الله يا ملكة، وقولي وحق الله وبالشرف
قولي والله هي بتعلمتها بخاله توني عشان وضليت اولى ودلت انه هيك صارت محط كلام عندي قد ما بستهضمه صارت محط كلام عندي ما بركز ايه مره كنا باربيل من احد يعني كثير ما بركز باشياء انه معلش معلش برضون لانه حتى وين كنتي هلا بدي اقول شغلي انه بيل صار مين قصدك بيل كلينتون منيحه بيه بعد معنا المزمار عم بيسمعني بلش بالاغنيه بده هيك سمعني اياها كثير حلوه وخرجه اعرفها هيك عيب عليك عيب علينا وايش انا بلشت وين كنت انا ليك ليك رودولف هيدا هيدا كنتوا مسافرين هيدا ازعر يعني اشقر اشقر لا لا رودولف غير غير انا رودولف ازعر معناتها انا ما فتحتم انا ادمي ما فتحتم بس كنتوا مسافرين كنا مسافرين باحد البلدان اوكي مش معقول شيء ما تعلم اوكي بس قلت منيح ما قلت منيح وين كنت اربيل ما بينزل نعم اربيل هي بالالاف اربيل زبطيها اوكي ما بتنذكر اوكي لا ما سمعنا كنتوا مسافرين شو صار؟ كنت هونيك قعد المزمار يسمعني الغنية انه هيدي خرج اعرس وهيك من وقت العشاء لو وصلنا للاسانسير طالع انا وياه وجورج ايه بقى اخر شيء انا مش كثير مركزة على الغنية قال لي شو استوعبتي منها شيء ست لورا قلت له قلت له جورج تعرف انا حسي حالي ضعفاني بهون ما اكلت كثير بتعرف جورج قال له فرصة بتضحك جورج ما يا جورج ما لقيته فارة طب يضحك قال لي هلا زار له ساعة عم بيغني لك بتجي تقولي انا نصحاني او ضعفانة بس لا لحتى نقول غير محط الكلام اللي عندك انت انت لورا ما بتركزي يعني اوقات بكون عم بحكيكي الواحد لا انا مش لانه لا بركز بقول عن جد والله مثلا كمان معنا بالكورال قال لي لورا ست لورا انا غنيت مع الفنان امبارح مبحوح صوتي كان فنان كبير عم بعمل كورال معه لانه هو راح صوته بتصير كثير مع كل الفنانين يعني اوقات اوكي قلت له ايه منيح ايه قول والله عن جد كل الوقت عم بقول وانا كنت مركزه هون بالمره عليه شو عم بيقول قال انه بعدين هو عدل اياها عيطت اياها تستوعبتها قام قال لي لورا انه انا قلت انه غنيت وطلعت الحفله من ابتي وهيك 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 انا قلت هلا باخر الحفله بيدعمني نتفه قلت له عن جد لا قول والله عن جد عن جد قول والله قال لي ليكي بدي بليز بس هلا بدك تقولي لي والله وحياه اولادك كمان بدي اسالك سؤال ومن كل قلبك تجاوبي قلت له اوكي قال لي اسالني ولو عيب عليك عم تحلفني باولادي على الاشياء السخيفه قال لي قولي والله بتقولي الحق قلت له والله 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 بقول الحق قام قال لي ليك كنت مركزه معي ولا لا اي والله لا قبل كنا سمعنا احنا وياكم لورا خليل وجورج غريب بعد الاعلان رح نسمع حدا عم يغني رح تكون مفاجاه لكم بعد البريك خليكم معنا دمك دمك عصدري وشمك يلي روحك من روحي
ضمك ضمك كثير حلو. شو بك هالشيء انت وياه؟ فكرتني عم ببكي مش عم ببكي شو بكي؟ مش عم ببكي. بتعرف ليه؟ لكن كل مره بس غني هالغنيه بنواجه حدا بيطلع بيبكي حد. حياتي طلعتني بليانة انت عم ببكي. يلا شو؟ عم ببكي من الضحك. لا صارت شغله. لا نشكر الله لا بس بس وصلت. نشكر الله للمواجهه. طبل ولا رجع. ولا رجع. عم بتطلع هيك فرجع بيعمل هيك. هلا ليليان ليليان عم تبكي من الضحك علي ولورا مفحشه من البكي على ليليان. بس كيف كيف بس معلش ليلو يعني كيف لا هو نائس بس كيف عمل اعملي معروف لا بس رجع نائس فانا ثابت عم بتطلع برجع هو انت عم تبكي انا وقرب ما شفتيني كيف عمل كيف عمل فما كان شايفه فضرب هذا عم رجع هيك فيرا بعدك عم بتروحي مع بنتك على بتعملوا شوبينج سوا؟ يا الله توني عن جد انا اللي بيعرفوني ورجا ورودولف من اكثر ناس بيعرفوني انه عندي ضعف على اولادي مش طبيعي، يعني محكومي فيهم تماما يعني بكل معنى الكلمه. حكمك وربك. اه حكمك وربك، وبنتي هيك عندها ذوق خاص وعم تعمل جرافيك ديزاين ودقيقه بالاختيار والى ما هنالك، فبدي اروح انا وياها على شوبينج. وبمحلات يعني اون دو سيكسبريمي ان فرونسي تو انه لانه غير قصه وبلا بلا بلا تكومبري فتنا على المحل وتجرب بانتالون تي شيرت توب بليزر ما بقى نخلص في تابوري بالزاويه المحل قلت لها انا رح اقعد انترك هون قال ايه هلا هي تجرب وتشلح علي تجرب وتشلح علي صرت انا هون اخر شيء في شورت على راسي من فوق فاتي مدام بدها تجرب وما عم بتلاقي الشورت لقيت الزيت ولقيت شورت هيك على الراس قال لي يمكن هيدا القياس طق شيلته هيك شيلت الشورت قال سوري انت قلت له قال مبلا انت قلت له يمكن انا قال مش مدام فيرا قال المحل لقلك قلت له البنت لقلي حطت عليك كل شيء بتيار كل شيء بتيار ما ريدي يا مريكا عن جد عن جد والله والله عن جد والله ما ركزت جورج بعدك تعمل دروبي مقالي ببيك كثير كان عمري شي 7-8 سنين كان شاري البابا تليفون جديد كان في لعبه عليه بحبها كثير هلا ثاقبت انا قلت له بابا فيك تعطيني التليفون بدي العب الجيم عليه قال لي اخذه بس شي تليفون دغري جيب لي قلت له اوكي هلا فتت انا ثاقبت عم بلعب نتفي بالتليفون والعب نتفي بالبات امودلي العب نتفي بالتليفون والعب بالبات امودلي انا ما ادري شو خطر براسي انا صرت شيل بالبات امودلي وحط له يوم بالسبيكر شيل وحط بالسبيكر شيل وحط بالسبيكر اخر شيء خلصت هذه يلا هات ارجع كفي دق التليفون الو الو بلش عيط شو في هالعالم مش عم ترد بتدق ما بتدق الو يرجع يدق هو ثاقبت كان عامل شغله وعم يدق له الزلمه منشان يقول له اذا مشي الحال ولا مشي هو كان عامل شغله بيك يعني امك قالت لك لا تحط بات امود لا فهمت عليك هلا ثاني نهار اخذوا عند محل تليفونات قال له عمو معروف ما بعرف شو بوا التليفون صرخ بصرخ ما حدا بيسمعني صرخ بصرخ ما حدا بيسمعني هلا فكه صار يشوف شيء مثل معجونه بقلبه قال شو هالمعجونه بقلبه من هونيك دق لي دق لماما قال الله يعطيك عافيه جورج خربت لنا الشغل من ورا البط امود ليه على طول بنسمع رجا ورودولف بيكونوا ببرنامج يومي عبر اذاعه او عبر اثير صوت الغد بنسمعه من عدا سبت واحد كيف عم بيحضروا هالبرنامج كيف بيكونوا بالكواليس شو التحضيرات اخ شو في تحضيرات رجا ورودولف بنشوف سوا بهالريبورتاج بدك تبقى فيك بدك تمشي فيك هلأ ما بيعني لأمرك ولا بتأثر فيك في أما لديانا كارازون نطلع على الهواء لأنه طالع أنه هي ميتة تمشي فيك
كان غنية لجورج وسوف بدنا نحطها معنا بالحلقة لأول مرة رح نحطها يعني حصريا جاي لبرنامجنا ما حصري هي تسربت الصبح بس نحن رح نحط بارتي منها حتى ما نشارك بنحط له غنية لعاصي إذا بدك بس نحكي عن مسرحية شيء لا ما بدنا خلص اوكي لك ما بنحكي عن عاصي بس انت ممنوع تجيب سيرة نانسي اليوم يفا انا اصلا بحبها لنانسي فرح شو بعرف تساوي بالضبط شو اوكي بنحط لها غنية كثير مختلف انا ورجب الكاركترات احكي هلا رح اقول لك شوف اذا هي رح ترد عليك دومينيك بقلها دومينيك انت على رحت لفيصل نعم اوكي حسب شو في مشكله يعني اوقات كمان بيكون في مشاكل بين الفنانين بيطلعوا اثنين او بنصلحهم او بنزيد المشكله قصدي او بنصلحهم او بنصلحهم نروح لاحلام رودات امبارح كنت قلت انه احلام كانت عم تطبخ ببيت امل حجازي وهيدا الشيء زعج البعض لكن مدعوه احلام لعندي هالمره انه هيك دوقنا اكلتها ما بيكون في تنسيق او اوقات بيطلعوا هيك على الهواء دائما بنروح للحدا المسؤول عن الموضوع بدنا نحكي عنه ومنوصل الخبريه مثل ما لازم توصل بمصداقيه كثير عاليه علقت الشغل بيسلي لانه وخاصه بالاذاعه يعني احنا تعودنا صار مثل بيتنا صوت الغد يعني يوميا فبنتسلى وبنتخانى سالوني اذا كنت بحبك راسي بالعالي علايت تاني كل ما بحبك ما قدرت عليهم رديت بس عيوني فضحوني احلى جلسه انه توني بارود موجود واحلى جلسه انه هو على شاشه من اهم واعرق الشاشات بالعالم العربي كله حكينا عن احلى جلسه لانه فريق عمل موجود هون من عند جو بنقول له توني بارود سلقه هاي زنقة زنقة ردي علي وقولي مين حبيبي انا الله هاي هلا طلعت معي في صبي هون قاعد حد عبقري يعني مش مسموع الى اللقاء طبعا رجع الى اللقاء بس قبل ما نفل كنا احلى جلسه انا رضو خلال وانت رجع نصرتين بدنا شفنا احنا وياكم بهالريبورتاج رجع ورودولف بخصوص هالشي كيف كانوا عم بيكونوا بالكواليس عم بيحضروا كل شيء مع بعض هلا رح نجرب نقلب شوي الشغل يعني رجع ورودولف بيتلاقوا مع بعض بيحكوا عن كل المواضيع بالاذاعه عن كل الامور الفنيه وغير الفنيه وبينتقدوا الكل هلا بما انه قاعدين مع بعض ما نطلب من رجع اذا هيك بجمله مفيده لو سمحت تنتقد فيها رودولف بشغلي مش بجمله رودولف كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بيعمل لنا شغل يعني كل يوم بيطلع بمشاريع جديده يعني عرفت ف بدي اقول له بخصوص هالشيء حبيبي يعني شو يعني اللي بيسمع هلا هون مثلا رجع بيقول هيك وعلى الراديو كيف بينتقد انتقاد بس كثير ان شاء الله انا بصالحكم اذا زعل كثير اسف كل يوم بيعمل مشروع اوكي رودولف شو بتقول انا بقول بخصوص رجا اللي عنده بعض الخطوط الحمر بالبرنامج ان كان بالتلفزيون او بالراديو يعني رجا اذا عنده فيتو على حدا ممنوع يطلع لا على التلفزيون ولا على الراديو ممنوع نجيب سيرته حتى اذا كان بحب كثير توني بارود ممنوع ننتقده عارف كيف يعني اوقات اذا بتتجاهل الشخص كثير حلو يعني حلوه هي متعه انك اوقات تتجاهل الشخص اذا كان عم بيعمل شيء حلو او شيء مش حلو الحمد لله راضي علينا ما شاء الله لا راضي ومكتر طيب هلا يعني الانتقاد يلي ما طلع اذا فينا انتقاد خلينا نسال مثلا ليليان اذا بدك تقولي انتقاد معلش هيك بخصوص فكري بخصوص رجا ورودولف شو معقول تنتقديهم بشيء بكل صراحه ومن كل قلبك ماني بمكان ان انتقدهم يعني انا ماني ناقده بس هني بيعرفوا الشباب انه انا قديه بحبهم كتير وبعطي رأيي بكل صراحة يعني بس بتمنى ما يزعلوا مني يعني انا لانه بيعرفوني ما بعرف لوفك بالجواب بس رودولف ورجا تغيروا كتير عن قبل يعني تغيروا لل تغيروا ما يزعلوا مني تغيروا للطريقة شوي سلبية تغيروا انه صار انتقادهم شوي جاي صاروا مغرورين يعني شوي تغيروا مع يعني تغيروا مع بعض الأصدقاء صاروا مغرورين تغيروا مع بعض الأصحاب والأصدقاء تغيروا مع بعض الأصدقاء وصار انتقادهم بجرح شوي زيادة يعني كان شوي بعده مقبول قبل يعني أوقات كن عم بحضرهم أو عم بسمعهم أوف إنه كتير أو كتير قصدك صاروا بلا أحلى يعني لا لحظة
لا بس ما عم تقول هيك بس بحكي رودولف تقبلته الموضوع يعني طبعا طبعا انا ما انا ما انه انا بحس حالي اني تغيرت اصلا تغيرت بس يعني انا بس الطريقه شوي سلبيه ماني انسان بحس ماني كثير طبيعي مش يعني انا كنت بدي لك احلى جلسه معكم انا بدي كنت بدي اقول لك هيك بس مش عارف كيف بابا يعني رح لك بس لحظه بس عم يحكي مزبوط لانه ما بدنا اليوم احنا عندنا اياها وفيرا كنا عم نحب احلى جلسه ما بدنا تزعلوا منا لا 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 اكيد لا انا معها لانه عم تقول تغيرتوا هيدي شغله ما بعرف صح انا ما بشوف حالي انسان اليوم طبيعي بمعنى انه انا ماني مثل ايام زمان اليوم عندي انشغالات اكثر عندي شغل اكثر عندي توتر صار بشغلي يعني ماني انسان كثير فاميليار صرت مع الناس صرت شوي عندي اذا بدك خصوصيه اكثر طب رودولف انت ضايقك الموضوع انا اول شيء نحن برنامجنا بننتقد الناس لازم نتقبل اي انتقاد شو ما يكون صح بس عم بتقول لك تغيرت كيف اذا كان انتقاد من ليليان نمري على راسي انت ما بتقول شيء يعني تغيرت انت للطريقه يعني كنتوا افضل تغيرتوا هيك لا كنا افضل كنا منيح صرنا افضل هي هيك قصدك لا ليليان قالت انه انتوا تغيرتوا ما يزعلوا مني شباب كنتوا ما يزعلوا انه كنتوا ما يزعلوا صاروا كثير منيح ما يزعلوا هاي حقيقه ليه بقى نزعل طيب رجع رودوف طيب خلي بدك تزمري له ايه بنزمر لك بنزمر لك يلا يا ولد نارا يا ولد زمرت لك بيب طلت امك على البلكون قالت مش هون قلت لها اني اشتقت لك زمرت لك رحنا على البلاج بيب 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 وعملت لك مساج حلم الشوفاج قلت لك حاج ما بقى فيه أعمل لك بيب 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 صمرت لك حلك اليوم بيب 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 طلت أمك بدخيل أمك بيب بيب فتنا عالسجور بيب 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 وغلقت الأباجور وعلى الحنجور أهلا بونجور ما بقى في أعمل ييي شو خسيع أكيد بدي أقدم تحية أنا لجوزيف أصاف
لانه ابو جود جوزيف اصاف كلماته والحان كلماته والحان يعني بالصدفة صار كنا عم نصور ساعة بالاذاعة وهو عملها لشاب غنيها لبنت قلت له زوزو هاي اخذتها قال لي مبارك واعطاني اياها بس انا بدي اقول لليليان انه يا رضا لا صدقتوا ليليان ولا صدقتوا نبى الضرب اللي عملناه يعني انه ما كان ضرب كان مقلب ضرب لا بس لا رودولف لا مرقت انه جربت تجاوب بغير شيء لا لا بس نحن بنتقبل نقد عادة بس مش هيك مش من ليليان ومني لا هلا منكم مقبول كان ضرب مقبول هلا هالضرب انا كنت بدي اقول لك هيك انه طيب طوني في مجال انه ست فيرا يمين تقول شوي عنا انه احنا هلا صحبه انه اصحاب جداد ما صرنا كثير فتره زمنيه بنعرف بعض بس الزمن مش مقياس اكيد فهيدا هو كنت بدي اقول لك طوني انه في مجال انه تقول لها تحكي شيء عنا يعني لا بس بركي لا رح اقول لك رح اقول لك شغله انه يمكن بركي فيرا كانت رح تقول مش طبيعي كمان ما خلص هلا انا على فكره ما في حدا طبيعي بلبنان رح نكمل بحلقه سوبر طبيعيه مع ضيوف طبيعيين ومميزين بعد البريك خليكم معنا عودنا احنا وياكم مشاهدين لاحلى جلسه بالفعل الليله احلى جلسه كنت عم بحكي مع فيرا قبل شوي فيرا انت كثير بتحبي الاذاعه كنت عم تقولي بعد بتحبي الاذاعه بالنسبه لك هالشغف انه تطلعي بالاذاعه اكثر من التلفزيون لا اول شيء لاني انا ايه ما في شك بس انا لانه دائما عندي عشق للصوت فبالتالي كنا عم ندرب بعض المذيعات الجديد سنه 79 لما توفى قداسه البابا يوحنا بولس الاول هلا متاثره المذيعه انه توفى البابا هلأ الخبر بيقول مثلاً قام قداسة البابا بزيارة إلى هذا البلد قبل وفاته فاتت حاملة هي الورقة على استوديو هيك ويقول بواب استوديو هالقد يعني بدها ربع ساعة لتفتح الباب فرت قام البابا كانت رح تبلش الجراس تدق إنه قام البابا والسيارات توقف على التراب الله يرحمه صاحب الفضل الأكبر علي وعلى كتير من خريجي الأعلام بالشمال وبلبنان خي جورج يمين فتح باب الاستوديو بسرعة قال موتي موتي إذا عم نحكي عن جورج وعن الكلام الحلو يلي بيقوله جورج شو يعني بتطلعي مثلا في بتطلعي بأحلى جلسة شو بتستوحي شو بتستوحي فيرا هيك بيتين شعر شو بتقولي يعني لا إذا بدي أقول لك لما بفكر بجورج بيصير صعب علي يقول لأنه يا ريتني أنا نقطة ببحره بس هيك من شوي كنت عم بتطلع عم بلاقي كتير خيالات لقلنا على الأرض اطلعت هيك قلت خيالي على الأرض وقع مني خيالي مدري هيدا أنا وقعت من حالي حلو 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 لولا أنت كيفك بالبيت مع الأولاد أنا كتير منيحة يعني مسرسبة كتير مسرسبة كتير مسرسبة يعني ناحية. قوم بالليل يعني من شارب اللي رفقه قوم بالليل تأسفت بأوضتها إذا عم تتنفس عندي هيك يعني نومة شو بتقولي يا حرديني؟ رفقة ايه بقول يا حرديني لا انا عم طلع ان شاء الله عم نهيئ بدنا نجيب عم طلع رفقه وشاربل ولا ان شاء الله اذا جينا صابر ان شاء الله في شيء على الرصيف هلا مش على الطريق بعد بكير عمروش قد من 3 اشهر اوكي وين في شيء ريسبسيون حط عينك عشان لا ريسبشن عندك بالكيوب طيب بس تظهري وهيك كيف تعملي بتتصلي لكن برا باحد البلدين ما راح اقول وين مشان ما تعلي رجابين كان عندي مقابلة على الاف ام كان عندي مقابلة على الاف ام وسابت انه في بريك وانا عم بحكي على مع بنت البيت سيبلا فوتي ولي نعم شو قلتي قلت لها سيبلا اسمها سيبلا سيبلا بليز حبيبي فوتي ولي لا قلت لها بليز فوت لعند رفقة وشوفي إذا عم تنقي على مدام عم تتنفس مدام بليز سيبلا طولي بالك ولبق أنه بليز فوتي شوفي إذا عم تتنفس انكزيها لرفقة ما قلت لها ولي ولا مرة في حياتي هو قال أنا قلتها أنت قلتها كله سمعوك قلتي أنا شو خلق خلص سيبلا ما خليني كمل ما تعلقت قبل ما كمل الجملة قبل ما كمل الجملة كمل اه والله
ايه مالي خليني احكي شوي شمالي اصبط شوي. هي حلو كثير ما في احلى من اللهجه الشماليه. ليليان ليليان اه خلصت سابلة ما خلصت برا هوني هي ما بتضحك كثير عرفت بس انا مش هيك فكرت انا موسوسه على اولادي طلعت على ال على الاف ام والعالم سمعوها هلا بام ارجوك يا مدام وحيات لورا والله ما قلتي لبنت البيت انه فوتي شوفي اذا رفقه واعيه قلت لا مين مين ده اللي ياخدني منك ولا بيبعدني عليك مليان. اذا شي مره التقيتي بحدا على الطريق يعني انتقدك من ورا ظهرك يعني ما انت يعني كان عم ينتقدك طريقه هيك مش حلوه شو بتضايقي اكثر شي مره بوجه مش ورا ظهرك مش ورا ظهرك بوجه لا بوجه كان كنت ماشي بالسوق بطرابلس وقاطع بنت كثير ضعيفه يعني انت شفت مرت باباي اضعف بعد كثير يعني شلون قاطع هيك وانا قاطع عم نتفرج على السوق يا مامي شو ناصحة على صوت عالي عم برمت انا هيك انه طلعت فيها سوري يعني انه بنفخه بتطير يعني
فطلعت فيها انا عملت هيك خميها صوت عالي يا ويلي شو ضعيفة شو ضعيفة فالسوق كان كله بالارض يعني عم بتضحك نفختي بعدين لا نفختي لا ما نفخت يعني انه لطمت علي قد ما هي ضعيفة رودولف شو صاير معك صاير هيك قصة مهضومة مع الإعلامية غادة عيد الإعلامية غادة عيد ايه صاير كنا بالراديو عنا بالبرنامج وعم ننتقد غادة عيد بلش رجع عم بيحكي عن الموضوع كان في حلقة قبل بنهار وطالع رجع بده ينتقد الموضوع بلش يحكي بخصوص غادة عيد اللي امبارح بلشت الحلقة وعملت وكانت قاعدة بهيك بهيدي الطريقة وغادة عيد ولا مرة بتلاقي حل لولا سياسة لولا موضوع ولا شيء تستقبل سياسي بلش رجع هيك بيجي أنطونيو صديق الفنانين على الكنترول بيقول غادة عيد عم تسمعكم هون أنا باخد غادة عيد نجمة تلفزيونية غادة عيد إعلامية كبيرة من لبنان إيه وطلعت غادة معيد اتصال معنا هي شو كانت سامعة آخر بارتي يعني اللي أنا حكيتها بس دايما بيصير في هيدا الشيء بينه وبين رجل يعني هو بيكون أوقات مثلا عم بيحكي عن حدا كتير منيح وأنا عم هو يا أخي بيستفزني كمان يعني هو بيستفزني اذا كنا على هوا مثلا ما تسكت له ما تسكت له يا اخي ما تسكت له كثير ايه كثير كثير بيعمل لي مثلا هيك انه روق انه ما تحكي طول بالك يعني انا تركني بدي احكي مثل ما بدي يعني انت بدك تخليني احكي ما احكي انت عن مين ما بدك وانا بحكي هي سمعت اخر جزء سمعت انه الاعلاميه وهيك ما سمعت النقد يعني سمعت بس اخر بارتي انه كنا عم نحكي غادة عيد حالا ضايق لانه عم بيحكوا يعني طلعتوا خارج حضرت الاذاعه طلعنا عم نحكي منيح ونحن من احلى جلسه غادة من سمعك هيدا الجزء كمان يلي انت كثير منيحه وبنحبك بعد الاعلان مشاهدينا رح نتابع احنا وياكم اخر قصه مع اخر فكره من احلى جلسه مع احلى ضيوف خليكم معنا مشاهدين لاخر قسم من احلى جلسه رح نكون مع بعض مع ضيوف اللي موجودين معنا ليلي بهالقسم في صور كل واحد بيحكي عن صورته بطريقه حلوه بتحسوا صوره بتعني لقلو رح نبلش احنا وياكم مع لورا خليل لورا اول صوره بنشوفها سوا بتحكي عنها هيك بطريقه مختصره لو سمحتي ده ولو لورا هيدي بحبلي نعم بحبلي بشربل كنت بالسادس عيد زواجنا بحبلك بشربل ولا قبل حبلك بشربل بالسادس كنتم مفكرين بشربل هاي لا ليك بطني لا حسب البوسه اوكي اوكي نجيب بدي اقول انه نجيب زوجي بحبه كثير وهو تاج عائلتنا الحلوه انا ورفقه وشربل الله يخلي لك اياهم الله يخلي لك اياهم صوره حلوه كثير صورة تانية لجورج صغيب شو اختار جورج؟ مظبوط هون بتوقيع الألبوم لألبوم المعجزة يغني للعمالقة هون كنت عم قص الجاتو أنا وأمي كانت عم تغني لي هابي بيرثداي كان في حوالي 1000 شخص كنت أول مرة بطلع بغني هونيك كان شعور كتير حلو وشفت هالعالم عم بتهيس بس انت حامل هيدا مثل سيف عم تقطع فيه القالب بس زي حساب نضال احمدي لا لا عن نص عن نص عن نص قصيتهم كله هاي صورة جورج صورة تالتي بدنا نشوفها لرودولف رودولف هلال عطول اشياء غريبة عنده اياها شو اختار صورة رودولف هلال يا هذا انت؟ عادة كل ضيوفك طوني بيعطوك صورة هيك هن صغار او من 10 سنين انا اعطيتك صورة بعد 20 سنة كيف رح كون؟ حلو هاي بعد 20 مش بعد 5 سنين؟ مش سنة الجاي لا بعد 20 سنة يعني هي بال 2045 هيك رودولف هلال بال الفوتوشوب اللي انعمل طريقه كثير حلوه بالعمر الكبير نقلنا اخترنا صوره بالفعل اوريجينال بتقول انه هاي الصوره انه هاي شغله لا هاي شغلك ولا رح تعمل فيه هيك لا 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 بتقول انه هاي الصوره انه انا اشتغلتها انت اشتغلت طيب رجع بس بوعدك رح اعمل لك صوره لك هيك وابعث لك اياها كمان تحطها هذه كمان بتعط على الحلقه على جلسه رجا شو اختار صوره رجا ولو توني قالوا انك مش بحاجه مين قال؟ انك سمعت او شيء اللي ابعاد اللي انه على طول شاب مخرج شوفني شاب إيه. بغير مني اللي على فكره بس مش حلوه على البسكليت على البسكليت هيدي وين صوره هيدي صوره بالبيت ببيت بالجبل
هيدا ورا بيتنا بالجبل. هيدا من هيدا انا وصغير ما كان عندي بسكليت يعني ما كان هلا بس على كبر فحبيت انه اعود اذا بدك الاسم الطفوله اللي كان فيه فصار عندي دزيني وهيدا واحد منهم. اه بتحب عن جد هيدا انت جايب هيدا القياس الصغير ولا بصوره كل القياسات؟ لا يعني من الصغير للكبير يعني عنده وحده باربع دولية عنده واحد يعني عندي باربع عندي شيء على الكهرباء عندي عرفت كلهم جبتهم يعني عندي 12 دراجه هوائيه وهون بشجع انا كل العالم تبيع سيارات او كلنا نرجع على الدراجه الهوائيه لانه هيدا الشيء بحد من عجقه السير وبحد من كثير قصص والضرر والصحه وكل شيء بفيد. كمان لنشوف الصوره اللي اخترتها لليان. واو خبرينا ليليان. هون كان عمري 17 سنه كنت اول رجعه لي على المسرح مع والدي ووالدتي لانه امي وقفتني فتره ما التهي بالفن عن المدرسه فكنت ضل اقول لهم انه بعد سنه باخذ دفتر السواقه صار لازم ارجع فضل هتهم فيها. رجعت بمسرحيه شبيت يا بيك وانا كثير كثير بحب هاي الصوره لانه لما رجعت بهيدا الوقت تعلمت كثير من عبده كثير كثير تعلمت وهو علمني كيف اكل خشبه المسرح لانه كان يقول لي اذا طلعتي على خشبه المسرح وما اكلتيها هي بتاكلك فتعلمت منه كثير. تعلمتي منه برافو الله يرحمه ومطرح ما هني عم يشوفوا حالهم فيكي على كل حال اليوم. فيرا يمين الصوره اللي اختارتها بنشوف فيرا الصوره حلوه كثير هلا لها سبب مش لابانون لا لها سبب انها حلوه لانه اللي بيصورني بيصور حلو بعدسه الكاميرا بعدسه العين وبعدسه القلب تصوير سليمان فرنجي حلو كثير تاخذ العقل سليمان بيك عبال ما نكون كلنا موجودين عندك هيك فوتو سيشن ان شاء الله بنشعي بهالجو والبيئه الرائعه اللي موجوده فوق عند سليمان بيك فرنجي. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك فيرا رح نكون احنا وياكم مع الصور بس قبل بدي اشكر كل المشاهدين بتبعتوا لنا على العنوان اللي عم يمرق باسفل الشاشه لحتى تعطونا صور وتساعدونا ليكون عندنا افكار باخر الحلقه نحضر لكم اياها صور مهضومه بنختم فيها حلقه احلى جلسه. رح نبلش احنا وياكم مع صورنا لليله. اول صوره بعثوا لي اياها مهضومه كثير صورة مكتوب تحت نتيجة العلاقات غير الشرعية سيارة بيك اب جاي هالصبر من غير شرعية انت على البسكليتات معك هيك بما انه علاقات غير الشرعية حبينا نعمل من غير لون على كل حال من بعد العلاقات الغير الشرعية حبينا انه يكون في شيء مطلوب بطريقة أنونية مطلوب آنسة للجواز على الفان ورا مشان يعرفوا محطوط الرقم بس اكيد شلنا الرقم من بعدها حتى تتجوز الصبية او الماموزيل جاست مش مارج جاست مارج جاست مارج من بعد ما يتجوزوا ويجيبوا اولاد عندهم افكار كثير حلوه الاولاد رح نشوفها ولد قاعد تحت مهضوم وواحد ولد طالع من على الشيبر دول راكب عليه لحتى يوصل لفوق يعني عندهم افكار حلوه حتى ما يطلعوا برا يعني ممنوع برا من بعدها رح نكون من بعد ما كبر هالشاب كتب على ايده شغلي لامه تانكس لكيف كاتب تانكس تي اش او ان كا مزر مزر ام ا واو ام اي تي اتش اي ار مزر فور ماي لايف والله امك لا امك لا تكسر لك الايدين على الانجليزي مكملين احنا وياكم في فتره حطينا لكم انه كان في جريلد بروبلم يعني شو اسمه مشاوي مشكله هم مكسرات مشكله ناتس بروبلم حلو حلو مكسرات مشكلة ناتس بروبلم وهي مكسرات مشكلة حلوة كتير من بعدها في عنا شيء للفوركاست حجر في راس للأرصاد الجوية في راس ويذر فوركاستينج ستون حالة طقس شوفوا شو فظيع تمطر الحجر مبلول شيء فظيع لا تمطر الحجر جاف حلو مشمس ظل على الأرض يعني شيء ما فيك تعرفيه غير مطر ثلج بياض على أعلى الحجر بكامله رياح حجر متأرجح زلزال انسرق الحجر غير موجود تصور تقدم بالطقس
آخر شيء إجينا إعلان ولا أحلى من هيك. إذا حبي نشوفوا شقق مفروشة رح نشوف آخر صورة شقق فخمة للإيجار. فخمة شقق فخمة للإيجار. هاي ميحة مبارة شقق فخمة للإيجار. قبل ما نختم على جلسة بدي أشكر كل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا بهالجلسة الحلوة كتير اليوم على هالطاولة يلي سمعنا أخبارهم وكان لقاء بياخد العقل بطريقة عفوية وأخبارهم الحلوة المهضومة يلي ما بتخلص. فيرا يمين شكرا لك لحضورك معنا. حضورك بالنسبة لنا بفرحنا. الله يخليك. نفتخر ومنشوف حالنا فيك بثقافتك وبشعرك وبهضامتك اليوم يلي عرفناها. الله يخليك. بتمنى لك كل التوفيق بالسياسة والإعلام والحضور الحلو. وأنت كمان بتمنى لك كل التوفيق. بتمنى لك من قلبي كل التوفيق توني. قلت لك تحت الهوى هذا الكلام وبرجع بقوله، أنت بيوم من الأيام جمعت كل اللبنانيين عبر صوتك لما حمست كرة السلة اللبنانية، وكتير صعب نلاقي صوت أو حالة تجمع كل اللبنانيين. شكرا لك فيها هذه الشهادة. شكرا ليليان نمري. سمعتي كلام بيك الله يرحمه، أكلتي المسرح وأكلتي قلوبنا كمان بحضورك المميز بموهبتك. دكتور أكلوا لي حقوقي. مش صحتين. Not the problem. ليليان شكرا لك ولحضورك. كل بيت بيشوف حاله فيك وبينبسط فيك وبيفرح فيك. طول عمرك من وقت بلش برنامجك وكتار بيسألوني ليه ما طلعت بعد مع توني. أنا مبسوطة كتير إني موجودة معك اليوم. يعني أكيد من كل قلبي مبسوطة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مزبوط حتى قالن إنه بتحبني مش مثل ما بفكروا. شو في شيء أنت وتوني ما طلعت معه؟ لا إنه الوقت ما كان مساعد. في أنا أعترف في غرام. في غرام. أكيد في غرام. ليليان نمري شكرا لك. اهلا وسهلا فيك بحضورك. جورج صغيب كلنا بنشوف حالنا فيك، نتمنى لك كل التوفيق. مستقبل ناطرك مشرق وحلو وفي موهبه كتير كبيره. انت غنيت لعمالقه كتير كبار بالفن وانت بترجع صغير وبتنطلق من انت وصغير لحتى تصير كبير كمان. اهلا وسهلا فيك. بشكر القلب سي لانه دعيتوني على البروجرام. احلى جلسه. شكرا لك. إن كان رجا أو رودولف أو رودولف ورجا، اسمين ارتبطوا ببعض واسمين تركين المساحة لبعض ومساحة بالإعلام عم تعطوها. تسابقتوا مع بعض لحتى تكونوا بسويت بعض، تقدموا الخبر مثل ما هو. فرجا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اللي عملناه مع ليليان كان ضرب، بالعكس أنتوا تقدمتوا كتير ومنشوف حالنا فيكم. ومش هيني أنه اثنين يكبوا عطول باسات لبعض لحتى يعطوا لبعض اهميه. بقى هيدي شغله مهمه بالاعلام. شكرا رجلا. شكرا توني. بقول توني شكرا لدعوتكم لنا. وتوني بارود مثل ما قالت ست فيرا اليوم اسمك كمان لامع وصرت علم من اعلام الاعلام اللبناني. فكان في الله يرحمه رياض شراره بيمثل الاعلام اللبناني، اليوم نحن بنشوف حالنا فيك وهيك شوفك صوره تانية عن الراحل رياض شراره. نكون مثل الاستاذ رياض هيدي شغله كثير كبيره. ميرسي كثير لك. شكرا لك. ودول أول شيء بدي أشكرك توني. كنت بحضر على التلفزيون بس ما كنت بعرف هيك، يعني كنت بشوف قديه مهضومين وقديش، بس ما كنت بعرف إنه هيك سلسين وهيك الجو بالستوديو. بقول إنه ما في غير شخص واحد بيقدر يعمل كل هيدا الشيء، توني بارود هو اللي عن جد بيقدر بس يعمل هيدا الشيء وغير حدا ما في. فأحلى جلسة طبعا على الـ LBC. وبدي أشكر كل لورا وست فيرا وليليان نمري وجورج ورجا وكل الأصحاب هيك، لأنه فعلاً كلنا سوا عملنا هيك كنا مهضومين مع بعض. فتانك يو توني. أشكرك على الكلام الحلو رضا. قبل ما نختم لورا، أنت في عمل كتير مهم عم تكوني مع ديو مبدع أنا بلاقي وسام الأمير، عملتوا ديو كمشة حطب. ولا على كمشة حطب وقف قلبي ترداني عم برجف مثل القصب جمد دمي بشرياني. كمشة حطب مع لورا خليل وسام الأمير. لورا بدي قلي كمشة حطب وكمشة أخلاق بالفن عندك إياها، حضورك حكينا تحت الهواء وعم بقول لك إياها قدام الكل، نفسيتك بتاخذ العقل. خليلي قلبك يا طول. وفنك وقلبك الطيب والحلو وصوتك بياخذ العقل. بقى بتمنى لك كل التوفيق والله يوفقك بهالولاد الحلوين وجوزك. بتمنى كل مسيرتك
تكون حلو بهالعطاء. صوتك بياخذ العقل. شكرا لحضورك معنا. بياخذ العقل. ثانك يو. مسيتون جورج. شكرا لكم مشاهدين. كنا احنا وياكم باحلى جلسه مع احلى ضيوف موجودين معنا. بنتلاقى احنا وياكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من احلى جلسه مع ضيوف حلوين. تسمعوا على الف خير.